أردنا لعددنا هذا أن يكون مختلفاً، أردناه احتفاءً لبعض الأفلام العراقية التي تثير التفاؤل. عرض في مهرجان العراق السينمائي الدولي بدورته الثالثة 24 فيلماً عراقياً، اخترنا بعضها لنقدم لكم قراءاتنا. كونوا معنا. قرار انتظار، فيلم أخرجه الشاب أحمد الحجاج بتمويل من وزارة الشباب والرياضة في بادرة رائعة لدعم الإنجاز السينمائي الشاب. بدأ الفيلم بمونتاج متوازن بين ثلاثة نسوة لا رابط بينهن سوى الراديو الذي انشغلنا بالاستماع إليه، ليطلق بيانا عن تسليم المفقودين الذين على ذويهم الانتظار في محطات القطار. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان صادر من القيادة العامة للقوات المسلحة وقرارات الأمم المتحدة لأسرى الحرب وحقوق الإنسان، القرار المرقم 300 من قانون الاتفاقيات الدولية للأسرى والمفقودين. تم استعادة عدد من الأسرى والمفقودين في معارك الشرف والكرامة، فعلى ذويهم الانتظار في محطات القطار وحسب المحافظات التالية. كان هذا تمهيدا سبق التايتل منحنا ثيمة الفيلم وهي انتظار النساء الثلاثة للمفقود. وضع السيناريست زياد طارق العذاري وأحمد الحجاج صبيا يلعب لعبة حرب وهمية. فنراه يطلق أصوات الرصاص محتلا مقدمة الكادر وكأنه واقع ثقيل، بينما جلست اثنتان من النسوة بإهمال في العمق. سرعان ما انضمت الفتاة إلى المرأتين ليصمم السيناريو صراعا دار بينهن حول من يكون المفقود القادم، ابن هذه أو زوج تلك أو تراه خطيب الشابة. لازم قاعدة على قلبك. لوش قاعدة على قلبك؟ بس أنا كم مرة قلت لك روحي قاعدي ببيتكم، اتجاي رجلي مو ابنك. أشو ابني وأبقى انتظر. أوه رجعنا على نفس الحكي، حجية روحي قاعدي ببيتكم أحسن لك. عيني ترى هذا اللي تحجون بيه هو خطيبي، يعني لا زوجك ولا ابنك. وتصدم النسوة حين ينزل الجنود من القطار تابوتا لشهيد، وهنا حقق الفيلم ذروة سنرى انها ستقود الى النهاية. وين هذا المفقود؟ أنا أم المفقود يمه. أنا أم المفقود. خوي زوجي المفقود. خوي أنا. شباب نزلوه. أدت الذروة إلى كشف خاضته الفتاة
التي حددت موضوع الحبكة التي ستقلب معادلة الحدث واتجاهه. فقد طالبت الزوجة أدت دورها رجاء السعد بفتح التابوت إن كانت تعتقد بأن من فيه هو زوجها. وهنا تأتي المفاجأة بأنها ترفض أن يكون زوجها هو الشهيد. كذلك ترفض الأم التي أدت دورها خلود جبار واختارتا أن تستسلما لأمل واهم بدل أن تؤمنا بحقيقة كون ابن هذه أو زوج تلك هو من في التابوت. أنت مو تنتظرين زوجك؟ ما تفتحين التابوت؟ لا لا، هذا مو زوجي. لا لا، أقلك حجية، أنت مو تقولين ابني؟ فتح التابوت، فتحي، شوفي، فتح التابوت. لا، هذا مو ابني، هذا مو خوالد، هذا مو خوالد، هذا مو ابني. تسير الشابة في الدرب ذاته حين ترفض أن يكون الشهيد هو خطيبها. مو خطيبي. كانت النهاية مؤثرة حين صور أحمد الحجاج بعدسة منفرجة جدا تابوتا ملفعا بالعلم العراقي، وخلفه قطار ساكن ولا أحد قربه فقد غادرته النسوة. ويرفع المخرج من قيمة تأثير اللقطة حين يدفع الطفل إلى الاقتراب ليواصل لعبته وهو يجلس متكئا على التابوت.